فاز مسلسل لحظة غضب بجائزة أفضل مسلسل من عن مسلسل 15 حلقة بحفل جوائز رمضان للإبداع اختيار الجمهور، كما فاز مسلسل الحشاشين بجائزة أفضل مسلسل 30 حلقة، وفاز النجم كريم عبد العزيز بجائزة الإبداع عن دوره في مسلسل الحشاشين، وأقيم الحفل وسط حضور فني كبير بجانب قادة من الصناعات الإبداعية والثقافية في مصر والشرق الأوسط للاحتفال بالإنجاز البارز في أعمال رمضان، فضلاً عن أبرز دور للجمهور في اختيار الفائزين. أهمية الحدث إنه ما بيتكلمش بس على مسلسلات رمضان، بيتكلم على كل أعمال رمضان المبدعة، فبالتالي بيتكلم على تمثيليات، بيتكلم على إعلانات، بيتكلم على أغاني، بيتكلم على أي حاجة وكل حاجة ليها دعوة بالإبداع في رمضان من كل صناع الأعمال، كمان يعني السيناريست أو كاتب الإعلان، مخرج الإعلان أو مخرج التلفزيون، الممثل وصاحب فكرة الإعلان، فكل القائمين. فنهاردة اليوم بنحتفل بصناع أعمال رمضان. مبسوطة قوي إن أنا موجودة والPeople's Choice Awards، وإن أنا بقدم جايزة، والأجواء لطيفة جدا واحتفالية، وإن شاء الله يا رب الناس كلها تبسط تاخد جوائز ويحتفلوا بمجهودهم في مسلسلات رمضان. مشاركتي النهاردة إن أنا مترشحة لجائزة ومتحمسة قوي، وشفت كل الناس اللي مترشحين ومبسوطة قوي، والصراحة الناس وحشاني برضه. مبسوط جدا إن أنا في Creative Summit. أنا أصلا يعني بحضر المهرجان ده من زمان أيام ما كنت بشتغل في الإعلانات، واتكرمت فيه كتير قوي ايام ما كنت بعمل اعلانات، فمبسوط قوي بمشاركتي دلوقتي. حلو قوي ان هو دخل في الدراما ودخل في السينما، لسه ما دخلش في السينما يعني، بس حلو دخل في الدراما، فدي حاجه مبسوط بيها. مبسوط طبعا ان مسلسل لحظه غضب اللي انا كنت جزء منه مترشح ان هو يكسب، وكده كده هيكسب. وبكره ان شاء الله يكون في بانل مسلسل حاله خاصه عشان التوحد، فمبسوط جدا برضو ان حاله خاصه يعني كان في مسلسل عملته له يعني نفع المجتمع وله فعلا قضيه، دي حاجه اول مره اعملها مبسوط بيها جدا. والحمد لله ان الدوله بعد المسلسل ده خلت ان التوحد يبقى في الكشف المبكر بالنسبه للاطفال، فدي حاجه مبسوط بيها جدا. مبسوطه قوي والله يعني بالايفنت، وحاسه انه يعني كريتيف اندستري سامت دايما بيركزوا في اللي بيبقى خلف الكاميرا، ودي حاجه مهمه قوي مش بنشوف ده كتير، فمتحمسه قوي.